الحاج وعد اللامي من غرفة من العراق يتناظر معك فيما تريد، فيما مفكر إسلامي، فيما تريد أن تتناظران. أيوة. ليدا. أول مسألة أسأله أنا سؤال، وأرى أنت مثلا تحيل السؤال له، يأخذ دقيقة نصف دقيقة، مجرد ما خرج عن الموضوع أو أنا خرجت عن الموضوع تسكتني أو تسكته. فأنا أسأله الآن ما هي مرجعيتنا الأولى في التحاكم في الخلاف؟ نعم. حاج وعد علامي من المفكرين الإسلاميين بلندن، أهلا بك على قناة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستأذنك قبل بدء سين وجيم بينك وبين الشيخ عدنان، المرجعية التي ترجعون إليها حتى أقف بينكم، فضل. أولا لحظة، فضل. الشيخ العرعور ذكر كلاما جميلا. ما له علاقة لا بعرعور ولا بغير عرعور. الآن هذه تدخل جديد يعني على هذه المناظرة. لا بعد إذنك شيخ عرعور. نضيع الوقت الآن. حاج وعد أو الشيخ وعد، أستسمع حضرتك، كل ما تريد أن تقوله قوله داخل المناظرة، أنت معنا إلى نهاية الحلقة، يعني دون أن نعلق وتعلق، يعني نبدأ المناظرة الآن سين وجيم في بعض الموضوعات، وإذا ما أردت أن تطرح أسئلة على الشيخ عرعور اطرحها عليه داخل المناظرة. طيب لماذا الآن ذكر علم الغيب ويريد أن يهرب منه؟ ليست هذه نقطة البحث. كيف نبحث لحظة كيف نبحث فرعية ونحن لم نتفق على الأصل والمرجعية؟ نعم. وهذا سجع غير مقصود. أعيد. نعم. أعيد لكل المشاهدين، كيف نبحث فرعية من فروع المناظرة ونحن لم نتفق على المرجعية؟ اتفق على المرجعية وسنبحث قضية التي تريد أو أريد. الآن على المرجعية. تفضل. تفضل. ما هي مرجعيتنا في الخلاف؟ طيب أنا أجيبك لكن أطالبك بالاعتذار عن هذا الموضوع، تنسحب من هذا الموضوع لأنني أريد أن أتكلم فيه، انسحب وننتقل إلى المرجعية. رجعنا لللف والدوران ورجعنا إلى إضاعة الأوقات. الحمد لله الآن الشيعة يقولون لك يا وعد أجب على سؤال ما هي المرجعية. قل المرجعية حتى ننطلق في المناظرة أخ وعد، تفضل. قل المرجعية حتى ننطلق، تفضل. طيب سأقول ولكن أطالبك أولا إذا دخل اتصال أنا أخذ وقت الاتصال، وإذا تكلم العرور تضعون الوقت على الشاشة، أخذ كما يأخذ. لا ما في بحث. ومن يخرج عن الموضوع اسمح لي لا تقاطع. هي ثلاث دقائق لكل فرد منكم. لا دقيقة. لا ثلاث دقائق. أعطيه وقتك شغلنا. ما في فضل. لا ما في فضل. نبدأ. تفضل. المرجعية. المرجعية أولا. كل المرجعية كي أسجلها خلفك. تفضل. يا أخي أنا أعتقد اللي عقيدته هشة هو الذي يخاف من الحوار. نبدأ الآن. على أي مرجعية نبدأ بعد إذن حضرتك؟ على أي مرجعية؟ أنا أدير مناظرة بينكما يا حاج وعد، يعني على أي مرجعية حتى أكون أنا بينكما؟ تفضل. يعني كتاب الله عز وجل هو مرجعيتنا في هذا الكلام أم روايات وقصص من الطرفين؟ يعني قل لي بس. أولا المرجع عندي هو يتكلم عما يريد أن يرجع إليه وألزمه به. تفضل. وأنا أتكلم عما عندي ويلزمني به. أما عندي فكتاب الله وقول المعصوم، عندنا أربعة مراجع. كتاب الله، قول المعصوم، ثم الإجماع، ثم العقل، ثم الإجماع، وهم كاشفان عن رأي المعصوم عندنا. هذا مرجعي، انتهينا من هذا الأمر. نعم. الآن أنا أجبته. تفضل. الآن أنا أسألك سؤال، إن كنت منصفا لحظة لا تقاطع لحظة. تفضل. إن كنت منصفا الآن. هو ألقى شبهات على الشيعة وأغلبها كذب وتدليس. هل أرد عليها أم لا؟ أم تخافون؟ لا الآن أنت دعك من الألفاظ نمشي. لا أنت تسألني يا حاج وعدي تمام؟ نمشي ما انتهينا طبعا يعني النقطة. أنت تسألني يعني هو الشيخ عدنان رد عليك ببساطة شديدة، قال لك لم نتفق على الأصل حتى نتكلم عن الفرعيات، لم نتفق على الأصل الإمامة، ولا نتفق على عصمة الإمام، ولم نتفق على المهدي. خلينا في المهدي، احنا الآن نتحدث في الفرق. طيب خير عن المهدي. لحظة الآن. لحظة الآن. ما انتهينا من المرجعية. طيب جميل. لحظة. الآن أنت تكلمت عن المرجعية وأنا سأجيبك عن هذا. الآن إذا اختلفنا في فهم القرآن الكريم فعلى أي فهم نأخذ؟ فضل. فضل. إذا اختلفنا في فهم القرآن الكريم
فتلزمني بما عندي بما يخالف ما اختلفنا فيه. يعني مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا أقول في علي بن أبي طالب وأقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا أقول في علي بن أبي طالب. أنت تقول في حسن مبارك الملك عبد الله فلان فلان هذا لك. وأنا ألزمك بهذا الفهم والمشاهد يسمع، وأن تلزمني بأنها لا تصدق على علي بن أبي طالب. ففي الاختلاف كل منا يلزم الطرف الآخر بما اختلفوا فيه. تفضل. جميل جدا. لم يكن هذا الجواب، وطبعا أنا لن أرد عليك في هذه الأمور. يكفي أن الملك عبد الله من آل البيت، وبالتالي حج عليكم لأنكم تحتجون بآل البيت حفظه الله ورعاه. نرجع إلى موضوعنا. وكذلك حفظ مبارك حتى لا يجعل، وحفظ الله كل رؤساء العرب من كل شر وسوء وبطانة سوء. نرجع السؤال الآن. الله عز وجل عندما أنزل القرآن الكريم يعلم أن الناس يختلفون، فنحن نجد في القرآن الكريم أنه ألزمنا بفهم الصحابة. هل هذا صحيح تقبل به أم فقط بفهم علي؟ الجواب، أولا ما كان ينبغي لك أن تدخل موضوع أهل البيت، لأن الآن أثرت شبهة، وعندما أقول تقول ليس هذا موضوع البحث، فأرجوك مرة أخرى لا تدخل موضوع ثاني. لأنك أنت أدخلت الملك وأدخلت الرئيس، فكان لزاما علي أن ألزمك، لأنه تريد تشويه السمعة، وأنا ألزمك وأقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. أول إلزام لنا في أبي بكر وعمر وعثمان ومن بايعهم، عمر علي بايعهم. أما ولي الأمر بعد ذلك فليس هو نقطة البعث. لاحظ، ليس نقطة البعث. فأنت حتى فذكرت فحتى عن أبي بكر وعمر وعثمان ودخلت في القضايا السياسية، فكان لزاما علي أن أرد ولو ردا خفيفا. نرجع القرآن، ندعي أهل السنة وأهل السنة والجماعة ندعي أن القرآن ألزمنا بفهم الصحابة بما فيهم علي وأبي بكر وعثمان وعلي، وأنتم ماذا تقولون في فهم القرآن بمن نلتزم؟ الجواب، أولا مضايعة علي هذه من عندي رأسك لم تثبت، وأنا تحداك. هذه نقطة. الثانية، أنا لم أدخل في الموضوع السياسي. قلت لي إذا اختلفنا في الفهم، فأعطيتك مثال حول كيف نرجع. اختلاف الفهم هو إلزام كل منا بالطرف الآخر، فقلت لك مثال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنتم تقولون من يرقص مع بوش يعتبر أولي الأمر، أنا لا أقبله والناس تسمع.